اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به ستة من الأنصار اختصهم الله برضاه، وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية، ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في العام الثالث 73 أو 75 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية، فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سرى فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية، وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هاجر الكفر وناواه. صلى الله وسلم عليه. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية، فأتمروا بقتله فحفظه الله من كيد ونجاه. صلى الله وسلم عليه. وقد أذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية، فخرج عليهم ونثر كل رؤوسهم التراب وحثى. صلى الله وسلم عليه. وأما غار ثور وفاز الصديق بالمعية، وأقام فيه 3 تحمي الحمائم والعناكب حما. صلى الله وسلم عليه. ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية، وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الأمر فابتهل فيه إلى الله ودعاه. فساخت قوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية، وسأله الأمان فمنحه إياه. عظر اللهم قبره الكريم بعرف شهي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية، وأراد ابتياع لبن أو لحم منها، فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه. صلى الله وسلم عليه. فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية، فاستأذنها في حلبها، فأذنت وقالت لو كان بها حلب لا أصبنا. صلى الله وسلم عليه. فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه، فدرت وحلب وسقى كل من القوم وأروى. ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جليلة، فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى. وقال أن لك هذا، ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية. فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعنا. صلى الله وسلم عليه. فقال هذا صاحب قريش، وأقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وأدنا. صلى الله وسلم عليه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة 12 شهر ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزكية، وتلقاه الأنصار، ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وزد وبارك.